قضت المحكمة العليا في ألمانيا بتثبيت حكم بالسجن مدى الحياة على ضابط سابق بقوات الحكومة السورية يدعى أنور رسلان المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا. يأتي هذا فيما تواصل برلين ملاحقة سوريين ارتكبوا جرائم حرب في بلدهم ودخلوا الأراضي الألمانية بصفة لاجئ. جرائم حرب ارتكبوها ضد أبناء جلدتهم في سوريا ثم فروا إلى بلاد ما وراء البحار، لكن الحقوق لا تسقط بالتقادم والعدالة ستأخذ مجراها يوما ما وإن طال الزمن. هذا على الأقل ما يأمله السوريون، خاصة من تعرض منهم لانتهاكات وجرائم وقعت خلال سنوات الأزمة المستمرة. وفي قضية تم البت فيها سابقا، قالت مصادر حقوقية أن المحكمة العليا في ألمانيا ثبتت قرار الحكم الصادر عن محكمة كوبلينز قبل عامين بالسجن مدى الحياة بحق الضابط السابق بقوات الحكومة السورية أنور رسلان المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا. وتمت محاكمة رسلان على دوره في جرائم ارتكبت بين عامي 2011 و2012 استنادا لشهادات ناجين وصور معتقلين قتلوا تحت التعذيب وفقا لملف قيصر، وهو الاسم الذي أطلق على عسكري انشق عن قوات الحكومة السورية وهرب من البلاد، ومعه ملفات ضخمة ضمت صور آلاف المعتقلين الذين قتلوا تحت وطأة التعذيب. وأنور رسلان وإن كان أول متهم تثبت إدانته، لكنه ليس الوحيد الذي لاحقه الجهاز القضائي الألماني. بالتعاون مع محامين ونشطاء سوريين يلاحقون مجرمي الحرب في سوريا الذين دخلوا ألمانيا بصفة لاجئين. وسبق وأن أصدرت محاكم ألمانية مذكرات توقيف بحق أشخاص تورطوا في قضايا مماثلة، ففي السابع من تموز يوليو الماضي صدرت مذكرة اعتقال بحق 5 أشخاص ينتمون إلى فصيل تابع لقوات الحكومة السورية يدعى فلسطين الحرة، أدينوا بإطلاق نار على متظاهرين مدنيين مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم، ومتورطين بتنفيذ إعدام جماعي قتل فيه 41 مدنيا في قسم المخابرات بدمشق. كما أصدر المدعي العام بألمانيا في 2 تموز يوليو الماضي مذكرة اعتقال ضد سوري بتهمة القتال بصفوف جماعة حزب الله اللبنانية في مدينة بصر الشام بريف السويداء جنوب سوريا بين عامي 2012 و2014 وأشعل النار في منزل بداخله عدة أشخاص، بالإضافة إلى تعذيب 3 مدنيين قبل تسليمهم للمخابرات العسكرية. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من آخن المحامي رياض أبو النصر. أهلا بك أستاذ رياض. نتحدث عن إذن تثبيت حكم بالسجن لمدة مدى الحياة بحق الضابط السابق المشق أنور رسلان المتهم بارتكاب جرائم حرب في ألمانيا، طبعا في سوريا، وهو يعني ماذا يعني تثبيت الحكم؟ هو حكم أصلا هو صادر؟ مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. أهلا بك أخي. عملية تثبيت الحكم هي الحكم القضائي النهائي كما في باقي المحاكم الدولية التابعة للدول. هنالك عملية طعن يقوم بها محامي الشخص المدعى عليه، حيث يقوم بعملية نقض الحكم، ومن ثم يأتي الحكم النهائي، وهو الحكم الذي يعتبر الحكم النهائي هو حكما مبرما غير قابل للطعن بعد ذلك. هذه هي عملية تثبيت الحكم. يعني أستاذ رياض، لا جديد في قضية أنور رسلان، فقط تثبيت الحكم رفضا للطعون. رفضا للطعون، نعم. هنالك عدة أشخاص تم ملاحقتهم، منهم الطبيب السوري علاء موسى المنحدر من مدينة حمص. هو تحت المحاكمة الآن، حيث كان يقوم هذا المدعو علاء موسى بتقطيع الأعضاء الذكرية للمتظاهرين الذين يقومون بإمساكهم وبعد ضربهم وتحويلهم إلى مشفى حمص العسكري، حيث كان يقوم هذا الطبيب المدعو علاء موسى بأفعال إجرامية، حيث تعرف عليه أحد الضحايا
الذين كانوا كان متواجد هذا الشخص في الأراضي السورية وتعرض للتعذيب على يد المدعو علاء موسى، حيث التقى به صدفة هنا في ألمانيا، فقام بتقديم دعوة أو شكوى ضده في البداية، ثم تم انتقاله إلى المحكمة، والآن يحاكم علاء موسى. هناك أيضا عدة ذكرت صحيفة دير شبيغل منذ مدة أن 4 أشخاص فلسطينيين كانوا مقيمين في سوريا، منهم من عملوا في لواء القدس، ومنهم من عملوا في ألوية تانية وذكرت أسمائهم. هنا لا يتم أثناء عملية التحقيق، إذا لم تنتهي بشكل كامل تذكر الأسماء فقط بدون الكنية. ذكر اسم أحمد ألف ومحمود ألف وهما شقيقان، كما ورد اسم سمير سين وشقيقه المدعو وائل سين، حيث تتم محاكمتهم الآن في المحاكم الفيدرالية العليا، وذلك بناء على الاختصاص في القضاء العالمي الذي يسمح لألمانيا بمحاكمة مثل هذه الجرائم على أراضيها. طيب. وأبشر الأخوة السوريين أنه سيتم ملاحقة أي مجرم قام بتعذيب السوريين أو قتلهم أو تشريدهم، إن كانوا ضباط وإن كانوا شبيحة، بأنهم سينالوا جزاءهم العادل على ما اقترفت أيديهم. طيب أستاذ رياض، لو سألنا عن التحديات أو العراقيل التي تواجهها المحاكم الألمانية ضد من يتم إيقافهم على ذمة التحقيق من المرتكبي جرائم الحرب، هناك عدة أمور، منها الإعاقات الإثبات الأدلة والبراهين. نعم. إن لم يكن شخص وقع عليه الاعتداء بشكل شخصي وتعرف على من قام بهذا الاعتداء وادعى عليه بشكل فردي أو بشكل شخصي، لا تقوم المحكمة الألمانية بناء على الصور أو بناء على التسجيلات أو بناء، هنالك يجب أن يكون فيديوهات مقدمة لعمليات الإجرام التي قام بها هذا الشخص المجرم المتواجد على الأراضي الألمانية حتى تقوم المحكمة بالنظر بشكل كامل. وإلا كما ورد منذ مدة بالسويد، رفضت دعوة لأحد الأشخاص بسبب قلة الإثباتات المقدمة إلى المحكمة، حيث رأت المحكمة بأن هذه الإثباتات غير كافية فقامت برد الدعوة. طيب أستاذ رياض، هنا نسأل إذن عن دور باقي السوريين في المناطق في تلك الدول الأوروبية، يعني عندما تم تقديم شكوى ضد أحد متهم بارتكاب جرائم حرب، يعني هنا وتحدث حضرتك عن نقص الأدلة، إذن ماذا يستوجب من السوريين موجودين هناك أو من تعرض لانتهاكات من قبل هؤلاء الضباط أو العناصر؟ يا سيدي الكريم، هنالك أوروبا متواجد، قلت سابقا في الأراضي الأوروبية لكل دولة يوجد لها قانون، أو حتى في المقاطعات هنا ضمن ألمانيا يوجد لكل مقاطعة لها قوانين خاصة، ويوجد قوانين عامة للبلاد كاملة، ولكن بالنسبة للقرارات القضائية تعتمد مبدئيا على تقديم الأدلة والإثباتات. أما في باقي الدول فهي تعتمد أيضا على كذلك الأمر، على هذه الأدلة والإثباتات، ولكن هنالك كما كان في فرنسا، حيث كان رفعة الأسد متواجد على الأراضي الفرنسية، لم تقم المحاكم الفرنسية للأسف بما يتوجب عليها من إثبات العدالة وإقامة القضاء. هنالك اعتبارات سياسية، ولكن الاعتبارات السياسية تكون دائما للشخصيات على المستوى الرفيع، المستوى العالي، يعني كما يقال ضباط من الصف الأول. أما بقية الناس العاديين أو الشبيحة العاديين الذين لا يحملون رتب عسكرية كضباط، كرتبة لواء أو عميد، هؤلاء تتم محاكمتهم بشكل رسمي ودقيق ونظامي، ولا يعني لا يستطيع أحد أن يتلاعب بهذه الأمور، ولكن ضمن شروط معينة وهي تقديم الإثباتات إلى المحكمة حتى تستطيع المحكمة يعني اتخاذ القرار النهائي والحكم على المجرمين. أستاذ رياض، يعني لماذا ألمانيا هي التي يعني
ما الخصوصية في ألمانيا بأنها بدأت في هذا الأمر ملاحقة المتهمين ورفع قضاوى ضد مرتكبي جرائم حرب؟ طبعا هناك فرنسا أيضا وبعض الدول الأخرى، لكن ألمانيا هي التي بدأت وهي السباقة في هذا الموضوع وما زالت إلى الآن مستمرة. يا سيدي الكريم، هنالك عدة أسباب، منها وجود الجالية الأكبر في أوروبا متواجدة حاليا تقريبا في ألمانيا بحدود 950 ألف شخص سوري متواجدين على الأراضي الألمانية، وجود تكاتف وتعاضد بين مجموعات من الأفراد إن كانوا حقوقيين وإن كانوا ناشطين إعلاميين يقومون بالتواصل ويقومون بمتابعة هذه الأمور، حيث أنها أثمرت في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان فشلت لعدم وجود الأدلة كما ذكرت. أما في باقي الدول كفرنسا أو غيرها، أنا لا أعلم بالتحديد إذا كانت هنالك محاكمات تتم الآن على الأراضي الفرنسية، ولكن منذ مدة سمعت من أحد الأصدقاء بأنه تتم الآن عملية محاكمة أحد الأشخاص المتواجدين على الأراضي الهولندية وهو شبيح، قاموا بتقديم بعض الأشخاص قاموا بتقديم بعض الأدلة والقرائن بأنهم كانوا يتعرضون للتعذيب أثناء التظاهرات، فقامت إحدى المحاكم الهولندية التابعة لمحكمة الهاي الأساسية باعتقال هذا الشخص ومنعه من السفر، وحاليا يتم التحقيق معه. أيضا أستاذ رياض، يعني باعتقادك هكذا أحكام قضائية تصدرها ألمانيا أو محاكم أخرى، حتى في أحكام مذكرات التوقيف أصدرت ألمانيا وفرنسا كذلك، هل من الممكن أن تساعد آخرين سواء نشطاء سوريين أو متضررين من هذه ارتكاب جرائم بتقديم دعاوى ضد هؤلاء المجرمين؟ يا سيدي الكريم، يعني أقصد يعني هل تتسع دائرة العمل القضائي ضد مرتكبي جرائم الحرب في سوريا في الاتحاد الأوروبي؟ يا سيدي الكريم، أنا لا أمتدح المحاكم الألمانية أو الأوروبية بشكل عام، ولكن من الإجحاف أن لا نذكر ما فيها. نعم، هم يقومون بقبول أي شكوى يقدمها أي مواطن دون الاعتبار أو النظر إلى دينه أو جنسيته أو لونه أو ملته، يقومون باستقبال هذه الدعوة بصدر الرحب ويقومون بالتحقيق فيها والبحث عنها، ويكون هنالك سماع شهادات سرية، ويكون هنالك وساعة صدر من المحكمة حيث تأخذ بعض المحاكمات عدة سنوات لجمع الكم الأكبر من البراهين والأدلة. هنالك أشخاص حتى هذه الساعة بعد تقديم شكاوى تقوم المخابرات الألمانية وبالتعاون مع الجهاز القضائي بطلب من الجهاز القضائي بمتابعة هؤلاء الأشخاص ومراقبة هواتفهم ومراقبة اتصالاتهم. القضاء الألماني مشكور جدا على ما يقدمه من ملاحقة هؤلاء المجرمين حتى في عموم أوروبا، ولكن أنا لا أتكلم على ألمانيا كون وجود الجالية السورية موجودة بشكل أكبر من باقي الدول الأوروبية، وتعاضد الأخوة الحقوقيين والأخوة النشطاء الإعلاميين والأخوة السياسيين المتواجدين يقومون بالتضافر مع بعضهم البعض من أجل متابعة هذه القضايا. طيب، بما أنه يعني كما تعلم السوريون كانوا يعيشون حالة من الخوف بسبب القبضة الأمنية في سوريا، اليوم السوريون والمتواجدون في الدول الأوروبية هل ما زال منهم من يخشى التوجه إلى المحاكم وتقديم شكاوى أو دعاوى ضد متهمين بارتكاب جرائم حرب، خوفا من ربما يعني كما يقال الأجهزة الأمنية السورية في المستقبل، أو حتى بأن يتسببوا بأي انتهاكات واعتداءات على أقاربهم في سوريا؟ والله شعرت بالخجل من هذا السؤال، لأنه بالفعل نعم ما زال هناك تخوف. يعني أردت أن أقوم أو أن أقول في البدايات بداية المداخلة أن أقول هذا القول الذي تفضلت به أو طرح هذا السؤال والإجابة عنه. نعم، لا زال حتى الآن بعض السوريين المتواجدين على الأراضي الأوروبية بشكل عام وفي ألمانيا، ولكن ليثوا كثر يعني خوفا على أهاليهم المتواجدين في سوريا أن يقوم النظام الدكتاتوري القمعي بعملية انتقام مضادة أو معاكسة
لأهليهم أو لذويهم المتواجدين على الأراضي السورية، فهم يمتنعون للأسف عن الإدلاء بإجاباتهم أو شهاداتهم، يمتنعون أيضا عن تقديم شكاوى رغم أنهم قاموا بالالتقاء مع أشخاص صدفة قاموا بتعذيبهم، وهذا ما تم للأسف. طيب. للأسف. أشكرك جزيل الشكر من أخن المحامي رياض أبو النصر.